السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. توني جاي المحل وأعتذر والله يا شباب اعتذار شديد، في كثير من الحبايب تواصلوا معي اليومين اللي راحت بس والله ما لحقت، شوية انشغالات ولا جيت المحل من بعد العيد أو بمعنى صح من قبل العيد إلا اليوم، وجايين بنسوي تحديث أونلاين لسيارة جي إم سي معلق فيها الدبل. جبنا بشركم أونلاين، صار موجود عندنا أونلاين لسيارات الجي إم سي، أي أحد يحتاج تحديث موجود عندنا بإذن الله. سبحان الله، العيد الماضي كانت في مشكلة في سيارة ولد أخويا، نفس المشكلة، علق الدبل، سوينا له تحديث وانحلت. واليوم أحد حبايبنا من أهل مكة كان جاي زيارة لمنطقة أبها وصارت عنده المشكلة، قلنا له يمرنا ونحاول نحدثه بإذن الله تنحل. وهذه الرسالة ظاهرة في الطبلون حقت مشكلة الدبل، وهذا قاعدين نحدثها بالأونلاين. هذه الآن مرحلة التحديث، ونوريكم النتيجة بإذن الله أنه تضبط. لو لا قدر الله ما انحلت حنرجع نفحص ونتأكد المشكلة من وين. وهذا الحمد لله بعد التحديث فك الدبل معانا، ومن أبدع ما يكون عشقناه وفصلناه شغال من أبدع ما يكون. هذا طبعا صاحب السيارة، حياك. أشكرك يا أخ أحمد، حقيقة أنا افرح لما يقال ان فيه من ابناء البلد من يعمل. والله اني تركت صناعيه لما قالوا من ابن البلد، يستاهل الدعم ويستاهل الوقوف، وشكرا لك من اعماق قلبي، ونحبك والله في الله يا اخي الكريم يا اخ احمد، ولك دعوه اذا ذهبنا الى مكه لنا من سكان مكه. الله يجزاه بالخير وتصلون سالمين غانمين، وهذا واجبنا لخدمه بلدنا، وايضا لا نستغل كوننا سعوديين، فاحنا نعمل بكفاءه عاليه باذن الله وننافس بقوة خبرتنا وخدمتنا العملاء. والله فعلا، وأنا أشكره حقيقة لما قلت له إني في سفر قال سأترك إجازتي وهو يوم الجمعة لأجي لأفعل الأمر لك وينفك منك الدبل وبيض الله وجهه، وهذا دلدل على أخلاقه العالية، وهذا ولا أبناء البلد. الله يجزاك خير وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم بداية قوية، طالع لها من البيت ماشي للمحل، في عندي فورد أو عفوا لينكون نافيجيتر في مشكلة، والعلامات اللي بس بعد ما غيروا الكمبيوتر، وفي عندنا كورفت كمان فيها مشكلة، وفي عندنا إكسبيديشن مو شغال، فطلعت بدري عشان نحاول ننجز بإذن الله، وراح نوريكم الأعطال واحدة واحدة بإذن الله. وهذه بدايتها مع النافيجيتر، مثل ما ملاحظين لمبة الماكينة والعة، لمبة الابس والعة، لمبة التركشن والعة، والآن قاعدين نشتغل البرمجة ونشوف. طبعا مو شرط انه البرمجة فيها مشكلة، ممكن في خلل في واحد من الحساسات، ولكن احنا اخذنا الهيستوري من العميل انه مغير كمبيوتر، فبالاول بننزل رقم الهيكل عشان نضمن المشاكل، لو ما انطفأت اللمبات هذاك الوقت بنفحصها ونشوف ايش العطل. طبعا لاحظوا هذا رقم هيكل السيارة، ولكن اللي مبرمج الكمبيوتر ما غير. لاحظوا كم الرقم، هذا هو، هذا الرقم اللي نازل على السيارة والرقم اللي قبله الرقم الحقيقي، فالآن أنا بغيره عشان تتعرف الكمبيوترات السيارة على بعض. وهذا رقم الهيكل الصحيح، راح ننزل البرمجة عليه. طبعا بعد ما ننزل البرمجة برقم الهيكل الصحيح، تعرفون ايش بيصير؟ ما بتشتغل السيارة، لازم ارجع ابرمج لها المفاتيح، لأنه خلاص يعتبر كأني ركبت لها كمبيوتر من أول وجديد، ولكن سهل حنبرمجها ان شاء الله. وش نبرمج المفاتيح من جديد؟ لا، نسوي لها شيء اسمه بارامتر ريست، اللي هو تعريف المفاتيح على الكمبيوتر الجديد. عاد قاعد افتح واطفي السويتش، انا ماشي الخطوات يبغاكم تشوفوه لين يبدا، وعاد مع الشمس شايفيني وشايفين شاشه الكمبيوتر. الحين يبدا يمسح وبعدها بدا يحمل البيانات. الآن هذه مرحلة تثبيت البرامج، وهذه نأخذها فرصة في من الإكسبيديشن أو عفوا النافيجيتور يبرمج. هذه عندنا كورفت فيها مشكلة في مفتاحها، لا راضي يفتح ولا يقفل ولا راضي تشتغل السيارة بصمة، فجاب لنا إياه قبل، أنا ما اشتغلت فيه، اشتغلوا فيه الشباب ولقوا الريموت فعلا عطلان، وحاولوا صلحوا له فيه شغلة مؤقتة على أساس على الأقل تشتغل السيارة مرة واحدة ونتأكد، ولكن حسب كلامه يقول ما اشتغلت. فبفحص الآن المفتاح، وبعد ما خلص النافيجيتور بطلع للسيارة في موقعها واشوف. وهذا احنا حطيناه على جهاز الفحص، ولو تلاحظون انه قرأ
وقرأ نوع الشريحة، يعني أنه الآن الشريحة سليمة، الشريحة اللي جوات المفتاح، سيبنا من موضوع القفل والفتح، الشريحة اللي جوات الريموت سليمة. يعني يفترض لما أحط المفتاح هذا في موقعه الصحيح جوات السيارة لازم تشتغل، اللي هو موقع الطوارئ. خلينا كمان نفحص الريموت كنترول. أما الريموت كنترول فما يعمل نهائيا، لو تلاحظون قاعد أقيس تردده مرة مو شغال. فخلينا نطلع للسيارة ونشوف، إذا ما قدرنا نشغلها ما عندنا حل إلا نجيب له ريموت جديد ونبرمجه ونشغل السيارة بإذن الله. وهذا انتهت البرمجة، وطالع لنا تاريخ اليوم 23/6/2018 والفيرجن اللي نازل. بسم الله بنفتح السويتش نشوف ايش اللمبات ايش اللي يصير فيها. لو لاحظتوا انطفأت لمبة لمبة الاي بي اس ولمبة التراكشن قاعدة ترمز، نشوف راح تطفى ولا ما راح تطفى. ولمبة الماكينة لا زالت ولا، لكن لمبة الاي بي اس اختفت تماما. الان بفحص السيارة وبشوف ليش لمبة التراكشن باقي مضاء، اما موضوع الاي بي اس اختفى تماما بالبرمجة، يعني كانت مشكلته فقط خطأ في البرمجة. طبعا بعد انتهاء البرمجة يسوي كليرينج للفولت كود، يمسح الاعطال، لانه احيانا هو يفصل ويشبك بعض الالكترونيات فتسجل احيانا كود لوز كوميونيكيشن، فننتظره لين يخلص. هذا هو قاعد يسوي كليرينج، وبعدها نشوف الوضع. وهذا بعد الكلير راحت حتى لمبة الماكينة، باقي عندنا فقط لمبة الكفرات ولمبة التراكشن. طب لاحظوا هذا الاي بي اس لما فحصته طلع لي انه الموديول كالبريشن فيلور، انه في خلل في برمجة كنترول الاي بي اس. كمان راح احدث كنترول الاي بي اس عشان نطفي لمبة التراكشن. بنحدثه الان ونشوف. مثل ما يقولون طبختني الشمس وانا شغال في اللينكون، للاسف لمبة التراكشن الان ما رضت تنطفي، مع اني سويت له كونفيجريشن وما رضت تنطفي. في سبب مخلي الكونفيجريشن ما يضبط. العصر هرجع له باذن الله وحنكمله. الان طالع للكورفت وحشوف ايش يصير معنا فيها. للاسف الكورفت ما اشتغلت، وكذا مضطرين نجيب لها ريموت باذن الله ونبرمجه، ولكن مو متوفر عندنا، فطلب صاحب ريموت. اول ما يوصل ان شاء الله نبرمجه ونشغل السيارة. نجرب اللينكون. سبق وصارت معي نفس الحالات في سيارة جي ام سي، انه بعد البرمجة في بعض اللمبات ما تنطفي الا تاخذ لفة بالسيارة وترجع. ما صارت معي قبل كذا في فورد او لينكون، ولكن كمان ذكرنا احد الحبايب المتابعين طلعنا ناخذ لفة بالسيارة نرجع نطفيها ونشغلها ونشوف هل تغير شيء او. للاسف اخذنا لفة رجعنا طفينا وشغلنا ولا زالت نفس المشكلة بالنسبة للتراكشن. هذا الآن نسوي له كالبريشن ثاني مرة بعد ما أخذنا المشوار ونشوف لعل وعسى. وهذه الفانكشن كومبليت، نقول له أوكي وما شاء الله انطفأت اللمبة. الآن وضعنا من أبدع ما يكون. هو كان يتعرف على الستيرنج، فمع حركة السيارة وبعد ما وقفنا لفينا يمين ويسار ورجعنا برمجناه والوضع من أبدع ما يكون. أطفي السيارة والآن وشغلها، إذا انطفأت كل اللمبات نقول الله يبارك له ويجي يستلم سيارته. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، فتحنا السويتش كل اللمبات ولعت. قبل ما نشغل السيارة انطفأت كل اللمبات، شغلنا السيارة انطفأت كل اللمبات حتى لمبة المحرك، وكذا خلصنا اللينكون والله يبارك لصاحبه. طبعا للي بيسأل ايش سويت للتراكشن، الخيار هذا في الاي بي اس في السبيشال فانكشن اسمه IVD Initialization Sequence، سويتها وانطفأت لمبة التراكشن. طبعا طلب مني انه الف الدركسون يمين يسار لليمين ثم لليسار على الاخر. طيب يا شباب نختم مواضيعنا لليوم. كثير تصير معي انه احد المتابعين يرسل لي ملاحظة، يرسل لي معلومة، يصحح معلومة. انا دائما وابدا مدام رأيك حتى لو كان مخالف لرأيي 180 درجة بأدب واحترام أنا أتشرف فيه، وأقول للجميع إذا إحنا ما نسمع آراء بعض ما راح نتعلم. فطبيعي أنه فوق ذو كل علم عليم، أنا ما أعرف شغلة أنت تعرفها
لما تفيدني فيها أنا دايركت راح أنشرها، المتابعين راح يشوفونها، راح أتعلم أنا وراح يتعلمون المتابعين. فالأخ مثلا اللي ذكرني يقول خذ لفة بالسيارة، أخذنا لفة بالسيارة، صحيح ما انطفأت بس بعدها برمجناها وانطفأت اللمبة. فأقول له ألف شكر لك لأنه أنت نبهتنا على الموضوع وأفدتنا كمان على المواضيع اللي منزلها أنا على اليوتيوب. أي أحد عنده أي انتقاد البعض يتراسلني على الخاص، ما دام أنت متأكد من المعلومة اكتبها على العام، خلي الكل يستفيد. أتمنى أنكم استفدتوا من دردشتنا اليوم، نستودعكم الله ونلتقيكم على خير. المساء كمان لو دوامنا وجدنا شغلات جميلة ممكن نصورها لكم، وراح أنقل موضوع اليوم وأمس على قناتي باليوتيوب. اللي ما يعرف قناتي في اليوتيوب اسمها تيك أند كارز، بس اكتب في بحث اليوتيوب أحمد الحربي راح تظهر لك قناتي أول قناة، ونتشرف بالجميع.